مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم يوم جديد من ايام الاستوديو التحليلي. ولقاء مهم جدا، صدام على استاد القاهره ما بين مودرن سبورت والنادي الاهلي، وبتستمر المؤجلات. بنقترب من خط النهايه بعد ماراثون طويل لموسم طويل جدا جدا جدا، لكنه موسم ساخن ولسه في انتظار الاعلان عن البطل فوق والمهددين او يعني اللي هيسيبونا وينتقلوا للقسم الثاني. باقي شهر على النهاية، وملامح المنافسة على الصدارة وعلى النجاة من الهبوط لسه لم تتضح حتى الآن بشكل كبير. القمة أصبحت منحصرة ما بين بيراميدز صاحب الصدارة والأهلي المنافس التقليدي على درع المسابقة. الزمالك خرج رسميا، وبالتالي خلاص عرفنا مين البطل من الاثنين دول فقط لا غير. بعد تعادل الزمالك بالأمس مع بلدية المحلة خلاص انتهت حظوظه في المنافسة على لقب المسابقة، لكن الأهلي عايش مرحلة المنافسة وبقوة بعد 13 انتصار متتالي، كان آخرهم على المنافس المباشر ليه على درع الدوري وهو نادي بيراميدز اللي توقف قطار انتصاراته عند الرقم 14، لكنه مازال عنده الأمل أكيد ومازال بينافس وبقوة على لقبه الأول محلياً. الأهلي النهاردة في صدام وأمام عقبة كبيرة، لأنه الإكسلانس طلعت يوسف على الخطوط بيقود فريق قوي هو مودرن سبورت اللي عمال يكسب كمان هو كمان وبيحسن من نتائجه، وفاز في الجولة اللي فاتت على المقاولين. النهاردة تاني لقاءاته بعد وفاة نجمه أحمد رفعت، لقاءه اللي فات أمام المقاولين فاز فيه، والنهاردة قدام منافس قوي بالطبع وهو النادي الأهلي. الأهلي داخل لقاء النهاردة وهو عينه على الثلاث نقط ولا شيء سوى الثلاث نقط، ملوش دعوه بيقابل مين بيلعب مين، هو كل همه في ثلاث نقط يقربوه اكتر من درع المسابقه. ومودرن سبورت هو كمان عنده دوافع وعنده استمراريه الفوز مهمه بالنسبه له عشان يطلع من حاله الحزن اللي هو فيها وبالطبع اللي كل مصر فيها، لكنه كمان عايز يكون موجود في الاربعه الكبار. نشوف تقرير عن اللقاء، مواجهة مهمة جدا، مواجهة الخبرات والشعر الأبيض ما بين مارسيل كولر وطلعت يوسف، وبعدها نروح لنجومنا الكبار دكتور طه اسماعيل وكابتن عمرو الدسوقي.